عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فقوله عليه الصلاة والسلام: من مات، من اسم شرط، وأسماء الشرط كما هو مقرر عند الأصوليين تفيد العموم، فتشمل حتى العابد الذي عبد الله عز وجل حياته كلها ثم قبيل وفاته دعا من دون الله ندا فيدخل النار، فهي شاملة للذكر والأنثى، للمتقدم في السن أو المتأخر فيه، للعابد أو لغيره. ويستفاد أيضا أن الأعمال بالخواتيم، فقد علق عليه الصلاة والسلام هذا الحكم للموت، فقد يكون الإنسان في حياته كلها مشركا ثم يمن الله عز وجل عليه بالإسلام فيكون مآله إلى الجنة. فقد يكون العكس، بأن يكون الإنسان عابدا لله ثم يختم له بسوء. وإذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال بعض العلماء: إن مثل هذا السوء في ختام حياة الإنسان لا يكون من شخص أصلح سريرته، لأن الله عز وجل كريم محسن لا يضيع أجر من أحسن عمله، وإنما يحصل هذا لمن خبثت سريرته وتدنست طويته. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: يبشر العابد، فإن هناك رواية: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فهذه الجملة فيما يبدو للناس تبين المقصود. ولذا جاء عند ابن ماجه من حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي أناس من أمتي بحسنات كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. فقالوا: يا رسول الله جلهم لنا، صفهم لنا ألا نكون منهم. قال عليه الصلاة والسلام: إنهم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فنسأل الله أن يحسن ختامنا وختامنا. ومن الفوائد أن الحكم هنا كما هو معلق بالموت، كذلك حبوط العمل معلق بالموت. لو أن شخصا عائدا بالله من ذلك ارتد، وكان قد عمل أعمالا صالحة فارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يتوفاه الله، فإن أعماله السابقة لا تحبط. وهذا هو القول الصحيح من قول العلماء. أما قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، فهو مطلق مقيد بقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فعلق حبوط العمل على الموت. وقوله عليه الصلاة والسلام: وهو يدعو من دون الله ندا، قوله وهو يدعو جملة حالية، أي أنه مات حالة كونه يدعو من دون الله ندا. وقوله وهو يدعو يشمل الدعاءين: دعاء المسألة ودعاء العبادة. فإذا دعا أحدا دعاء مسألة لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فمات دخل النار، ومن دعا غير الله دعاء عبادة فمات دخل النار. فدعاء العبادة كالصلاة والزكاة والحج والصوم، فأنت تقوم بهذه العبادات ولسان حالك يقول: رب اغفر لي، رب ارحمني، رب ادخلني الجنة، فأنت لم تصلي ولم تصوم ولم تزكي ولم تحج إلا لحصول رحمة الله. وأما دعاء المسألة فأن يقول: يا ربي ارحمني، اللهم ارزقني. فلو صرف هذان الدعاءان لغير الله فمات هذا الصارف دخل النار. وقوله عليه الصلاة والسلام: وهو يدعو من دون الله ندا، الند هو الشبيه والنظير، ولذا يقال فلان ند لفلان، يعني شبيه له ونظير له
ومثيل له. وكما أن الند يكون في الشرك الأكبر يكون أيضا في الشرك الأصغر. يدل له أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وقول ما شاء الله وشئت من الشرك الأصغر. وقوله عليه الصلاة والسلام دخل النار، دخل فعل مثبت يعني في حالة الإثبات ليس في حالة النفي. وفرق عند علماء الأصول بين الفعل في سياق النفي وبين الفعل في سياق الإثبات. فقوله هنا دخل النار فعل في سياق الإثبات فيدل على مطلق الدخول، لكن لا يفهم منه التأبيد في النار. لكن هذا الإطلاق مقيد بنصوص أخرى. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يفهم من ذلك أن هذا التحريم على النار لا يكون للمشرك. وقال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقيده بالتأبيد. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله، لأن العصيان قد يكون عصيان أكبر مخرجا عن الملة، من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً.